برمضان اللي كان تعرض الى اصابه بليغه في لقاء الاياب للدور التمهيدي الاول لكاس الاتحاد الافريقي في هذه لتمكين لاعب الترجي من الاسعافات اللازمه بعد الاصطدام الاشموم مشموم في اتجاه شافيو وثم تغطيه من جانب دفاع الترجي او 13 مدرب تونسي على راس النوادي ربيط اللاعب منال ولاباس زياد المشموم موجود على حافه اللاعب الغاني لكن من جديد تعود الكرة فيش بهدف مقابل هدف طبعا بداية موفقة لمستقبل الجيش بعد انتصار على ملعب المهدية بين خط الهجوم الاتحاد الرياضي المنستيري ترجع رتق الاتحاد الرياضي المنستيري تتوزع الكرة طويلة والمتابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى ترجع الكرة لصالح الترجي الرياضي التونسي طبعا وباش ياخذ مكانه في التشكيلة الأساسية عمرو العمراني فاروق بن مصطفى فاروق بن مصطفى الى محمد امين توغاي او عبد القادر بدران يوزع عبد القادر بدران الطويله يخرج يرجع الكره فاروق بن مصطفى الى المدافع ذاك وحصول الاتحاد على لقب كاس تونس ترجي يبحث اليوم قلت عن رد الاعتبار قائد الفريق زياد مشموم متاثرا بالاصابه ودخول عمرو العمراني خذا مكانه على الجهه يرفع الكرة وتمشي الكرة مشي الشوط الأول شوفوا الإعادة والكرة لمسها الدفاع الياس جلاسي يطول في اتجاه دريس المحيرسي ترجع من دفاع الترجي من والترجي بعد تعادل في رادس أمام المستقبل الرياضي بسليمان هذاك علاش طبعا كل فريق والترجي مطالب اليوم بالتدارك كرة ترجع من توغاي دائما التعادل دون أهداف والبحثي هذا الموسم والكرة من مهاجمي الاتحاد الرياضي المنستيري ترجع الكرة في منطقة الترجي توغاي كان عنده دور كبير جدا في وسط الميدان أيضا إيمانيول أكبادو وهذه كرة لصالح الاتحاد الرياضي لسعد جردة أو معين الشعباني مازال المنستيري كرة لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري إيمان التعادل 0-0 بين الفريقين على مستوى الرأس على كل شلل لباس بالنسبة لزياد المشموم والكرة تعود شوية ذاك على استوجب الأمر نقله إلى أحدى المساحات بمدينة المنستيري باهية في اتجاه زياد العلوي التمرير ودفاع الترجي هذا الذي المنستيري بأكثر رغبة للوصول إلى هدف التعديل بالنسبة لهذه المباراة لأنه الاتحاد كما قلت الآن أصبح يبحث عن هدف التعادل عند لاعب حسين متقا ثم افتكاك الكرة يستحق لهذا اللاعب وطبعا يقحم في التشكيلة في دوري أبطال أفريقيا والكرة تمشي إلى محمد أمين توغاي في اتجاه حمدي النجاز